ينضم معنا من اسطنبول لمزيد من التفاصيل السيد مصطفى كامل رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر. أستاذ مصطفى مرحبا بك. رئيس الحكومة حيدر العبادي يؤكد إجراء الانتخابات المحلية والبرلمانية في موعدها، لماذا يصر من وجهة نظركم شركاء العملية السياسية على هذا المطلب وعلى ماذا يعولون؟ أحييك وأحيي مشاهديك الكرام. يعولون ابتداء وانتهاء على الدعم الأمريكي والإيراني وما تفرضه الميليشيات والعصابات الإرهابية المتحكمة في العراق من سطوة وإرهاب للمواطنين، وإلا فإن الأهم من الاستحقاقات الدستورية التي يتحدث عنها حيدر العبادي، الأهم هو تحقيق الأمن والاستقرار وإعادة النازحين. هذا أهم بكثير من موضوع إجراء الانتخابات كما يزعمون. يعني من خلال ما رشح على الأمم المتحدة في طلب تأجيل الانتخابات ووسط رفض العبادي وكتل أخرى يرأسها المالكي، يعني إلى أي مدى ترى أن الجو في العراق الآن، الأجواء في العراق، الظروف تفسح لهذا الاستحقاق؟ الظروف التي يعيشها العراقيون وخصوصا النازحون، حيث تشير الإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة الهجرة والمهجرين إلى وجود أكثر من 5.5 مليون مهجر من المدن المحافظات التي تعرضت للعمليات العسكرية والعمليات الإرهابية، وبالتالي هذا الوضع الذي يعيشه مواطنو هذه المحافظات يعني يفرض عدم إجراء أي انتخابات. هذا إذا كنا قد سلمنا بأن إجراء الانتخابات أمر شرعي في العراق الذي يتعرض لاحتلال وحقيقي من جانب أمريكا ومن جانب إيران، فضلا عن العمليات الإرهابية والعمليات العسكرية التي تجري هنا وهناك. وبالتالي فإن الأوضاع في العراق غير مهيئة على الإطلاق لمثل هذه الانتخابات. مصادر صحفية أستاذ مصطفى أكدت دخول 62 مسؤولا في ميليشيا الحشد في سياق الانتخابات، يعني كيف تفسر هذا التناقض بمواقف العبادي الرافضة لاشتراك الحشد في الانتخابات سابقا؟ ادعاء العبادي أمام بعض المسؤولين الأمريكيين وبعض المسؤولين العرب في أنه لن يوافق على إشراك الحشد الشعبي، هذا ادعاء زائف كنا نفضحه وفضحناه منذ البداية، لأننا نعرف جميعا أن سلطة العبادي ومن قبله سلطة المالكي لا يمكن أن تستمر بدون وجود هذه العصابات الإرهابية ودعمها. وفي كل الأحوال الجميع يعرف أن أكبر مؤسسة رسمية في العراق وأبعد نقطة إدارية في القرى والمدن العراقية في الشمال أو في الجنوب في الشرق أو في الغرب هي مخترقة من قبل الميليشيات وخاضعة لهذه الميليشيات. الحكومة والبرلمان ومؤسسة الرئاسة والمؤسسات الأمنية والعسكرية كلها خاضعة لهذه السلطة الميليشياوية الإرهابية التي تتحكم في العراق. وبالتالي ترى مصطفى، أستاذ مصطفى، ترى أن دخول قادة الميليشيات على خط الانتخابات سيعقد المشهد أكثر، المشهد السياسي في العراق سيعقده أكثر أم سيبقى كما هو عليه؟ المشهد السياسي والأمني في العراق مرشح إلى مزيد من التدهور، لأن هذه الميليشيات وزعمائها سيتصارعون على النفوذ وعلى المال وعلى كل ما يمكن أن يتصارع عليه أمراء الحروب القذرة في العراق، وفي وبالتالي الأمر مرشح لمزيد من التعقيد ولمزيد من التدهور. بعد هذا المشهد أستاذ مصطفى، يعني الذي يوصف بالمضطرب والذي أصبحت فيه إيران تتواجد بقوة، ويعني الآن البعض يتساءل هل من مشروع موازن يمكن أن يخرج العراق من عنق الزجاجة؟ المشروع الوطني العراقي الذي يجمع كل العراقيين على أساس المواطنة وليس على أساس العرق والمذهب والدين والتقسيمات الأخرى التي جاء بها الاحتلال، هو الرافض بالطبع لمنهج الاحتلال ودستوره وعمليات الاجتثاث والإقصاء
وعمليات الطائفية السياسية الطائفية والسياسية والعرقية التي تجري المحافظة الطائفية والسياسية والعرقية التي تجري في العراق منذ احتلاله. هذا هو المشروع الوحيد الذي يمكن أن ينقذ العراقيين، مشروع وطني يجمع الجميع. شكرا لك على قاعدة المواطنة لبناء العراق. شكرا لك أستاذ مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهة نظر.